نبدأ من معركة تحرير الحديدة، حيث عملية عسكرية موسعة يبدو أنها ستغير قواعد اللعبة على الأراضي اليمنية، إذ فتحت القوات اليمنية بدعم من التحالف العربي منعطفا جديدا في طريق الانتصار على المتمردين الحوثيين، وذلك من خلال معركتها الجارية لتحرير محافظة الحديدة بمينائها ومطارها. محافظة الحديدة هي لها أهمية استراتيجية مهمة جدا بالنسبة للقوات اليمنية وكذلك بالنسبة للمتمردين، حيث يعتبر المتمردون الحوثيون أن مدينة الحديدة بمينائها ومطارها تعتبر المتنفس الوحيد بالنسبة للحوثيين، ولكي يتصلوا بالعالم الخارجي تصل جميع الإمدادات إلى الحوثيين من خلال مطار وميناء الحديدة. وفي نفس الوقت هي مهمة جدا بالنسبة للحكومة اليمنية لإيصال المساعدات بالنسبة لليمنيين، نتحدث عن حوالي 20 مليون يمني تصلهم جميع المساعدات الإنسانية والغذائية، وكذلك الأدوية أيضا تصل من خلال ميناء الحديدة منذ عام 2014، والحوثيون يسيطرون على محافظة الحديدة اليمنية بمطارها ومينائها كما نعلم. وبالتالي هذه المعركة هي معركة مهمة جدا، بدأت بالفعل منذ أيام قليلة، بدأت منذ يوم 13 من هذا الشهر، وهي حتى اللحظة مستمرة. القوات اليمنية مدعومة بالتحالف العربي الآن تحيط بالمطار، وربما استطاعت تطهير أو تحرير بعض من بوابات مطار الحديدة، لكن حتى الآن يعني ليست لدينا أي معلومة بشأن تحرير المطار بشكل تام، أو يعني تحرير مطار الحديدة بشكل تام. المبعوث الأممي إلى اليمن السيد مارتن جريفيث كان قبل يومين كان في العاصمة صنعاء، وكان هناك لقاءات موسعة مع قيادات حوثية، تحدث خلالها عن إمكانية تسليم الحديدة إلى الأمم المتحدة لتصبح تحت إشراف أممي، ولكن ربما كانت هناك بعض المصادر أشارت بأن الحوثيين رفضوا هذا المقترح. وهناك أيضا يمكن بعد قليل أو في هذا التوقيت جلسة مغلقة في مجلس الأمن يقدم فيها السيد مارتن جريفيث إفادته على مشاوراته مع الحوثيين اليومين الماضيين بشأن محاولة إقناعهم بوضع الحديدة تحت إشراف أممي. طبعا هي أهمية كبيرة جدا تطهير ميناء الحديدة وتحريره من قبضة الحوثيين بالنسبة طبعا للملاحة في البحر الأحمر، وبتأكيد سيكون لتطهير الحديدة تأثير كبير جدا على الحد من الهجمات والصواريخ التي تطلقها الميليشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية، وسيكون لهذا الأمر بالتأكيد تبعات على مسار الحل السياسي. هناك طبعا هزيمة كبيرة جدا يتلقاها الحوثيون في معركة الحديدة، هي بالنسبة لهم الرئة التي يتنفسون من خلالها. طبعا هناك أيضا كانت هناك مقترحات في السابق لقوات التحالف العربي الذي يدعم الحكومة الشرعية في اليمن بوضع جميع الموانئ والمطارات اليمنية تحت رقابة دولية وتحت إشراف دولي لمنع وصول السلاح والإمدادات العسكرية إلى الحوثيين، ومن ثم ضمان وصول المساعدات الإنسانية لليمن. كما ذكرت لحضراتكم نحن بنتحدث عن حوالي 20 مليون يمني تصلهم الغذاء أو يصلهم الغذاء والأدوية والوقود من خلال ميناء ومطار الحديدة أيضاً.